الصبايا بهالطريقة كتير سهل. بغط زيت وبعمل بقبضة ايدي بهالشكل بطالة، ما تقرب كتير لانه ما رح يبين معهم اذا قربت كتير، هيك بهالطريقة بخفة. صبايا بقبضة اليد، وقت تنتفخ هي العجينة معك بعد ما الخليط بعد ما يرتاح ساعة، تعمليه بهالطريقة وتعملي هي المعلقة وكبسة صغيرة لتينا زيت وبعملها بهالشكل، كتير سهل. بس تاخد ايدك ما تخافي، اسهل من الكيس بألف مرة. اطلعوا كلياتهم مدورات، اقليهم على مرحلتين افضل لك بكتير. بس تاخد ايدك بتصيري سريعة مثلي، اي معلقة عندك، والمفروض عفوا حطيتها نحركهم نضغطهم لتحت. الصبايا بهالطريقة نقليهم على مرحلتين ونغطسهم بالزيت. هي رح اشيلها، بريحهم خمس دقايق وبرد بقليهم مرة تانية. القطر ما لازم يكون مريء كتير، لا المفروض يكون مائل للسماكة. رح اشيلهم مثل ما قلت لك هيك، بتقدري الخليط تحتفظي فيه لتاني يوم وتقلي مع احلاهم. شوفي الدوائر مع احلاهم، ما في مشكلة، بجوز اول مرة ما يطلعوا معك مثلي، تاني مرة، ثالث مرة، كلياتنا بنخطئ من اول مرة، واهلا وسهلا فيكي صبا.